يسعدنا أن يكون معنا رمز وطني وتاريخي أيضا في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية المعاصرة. يسعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والرجل الذي كانت صيحته الأولى في يناير 25 الشعب يريد إسقاط النظام. دكتور أيمن، مساء الخيرات ومساء الأعياد، وأيضا انطلقت صيحة هناك في دمشق فقال الشعب يريد إسقاط النظام فسقط الأسد. نستمع إلى أحاسيسك في هذه اللحظة الفارقة. يعني الحقيقة نحن نبارك هذه الموجة الجديدة من الربيع العربي، نبارك عودة الانتصارات بعد سنوات من الانكسارات التي مرت بالربيع العربي بفعل التآمر عليه وغرف الظلام التي أدارت معارك مع الربيع العربي في كل بلدان وتحديدا في سوريا، حيث تحالفت العديد من القوى لإجهاض هذه الثورة التي لم تنقطع جهودها، لم ينقطع عملها من أجل هذه اللحظة. نبارك الإخوان الشعب السوري بكل فصائله وبكل اتجاهاته وبكل تياراته السياسية، نبارك له ثمرة جهد هذه السنوات. والحقيقة أن الأداء الذي نراه حتى الآن، وأرجو أن تضع حتى الآن بين قوسين، هو أداء معتدل، عاقل، مشرف، أداء يتفق مع ما كنا نتمناه لسوريا كدولة مدنية حديثة تستطيع أن هي تقدم استحقاقات كاملة للحرية والديمقراطية اللي تعطشت لها سوريا بعد أكثر من نصف قرن من الحكم العسكري، سواء كان من الأسد الأب أو الأسد الابن. الحقيقة سوريا عانت معاناة شديدة، وكنا دائما إلى جوار إخواننا بدءا من إعلان دمشق مرورا بكل أحداث الثورة السورية، كنا دائما قلوبنا تنفطر لحجم الثمن الذي دفعه الشعب السوري، سواء كان من قتل وتعذيب واعتقالات وتهجير. الحقيقة ما تحمله الشعب السوري لم يتحملوا أي شعب عربي ثمنا لهذه الحرية، ولهذا ينبغي الحفاظ على هذه الحرية التي دفع فيها كل هذا الثمن. دكتور طيب. الثمن كان غالي طبعا، غالي جدا من الأرواح ومن التشريد أيضا ومن الدماء. دكتور، يمكن حضرتك تكلمت عن نقطتين غاية في الأهمية. هبدأ معك بالنقطة الأولى، عندما وصفت هذا الأمر بأنه موجة جديدة من الربيع العربي وكأن الربيع العربي لم يمت، في إشارة في كلام حضرتك إلى هذا الموضوع، موجة جديدة من الربيع العربي، هل هذه الإشارة تشير إلى أنه من الممكن أن تكون سوريا الآن هي القاطرة الجديدة التي تجر الربيع العربي وتنعش الربيع العربي مرة أخرى؟ أنا على يقين من هذا، وأعتقد أن كثير من الأنظمة في المنطقة تدرك هذه الحقيقة، وهذا يعني يبرر أو يفسر، هو يفسر لكنه لا يبرر، هذه المخاوف التي تبدو من خلال بعض الجهات الإعلامية المعلوم تبعيتها طبعا لبعض الأنظمة مما يحدث في سوريا، وكأن حافظ الأسد وبشار الأسد كانوا ملائكة. صحيح. الحقيقة شيء مخزي، لكنه يكشف عن حجم الخوف من فكرة التغيير، والتغيير الذي أتى في أيام قليلة. وأنا الحقيقة هذا المشهد
الذي أراه في سوريا، يعني قياس مع الفارق، يذكرني بما حدث في مصر في 25 يناير. ربما قبل 25 يناير بساعات قليلة كان الوضع يبدو وكأنه مستقر وهادئ، وهل سيستمر مبارك؟ هل سيخلفه نجل وجمال؟ هل سيستمر النظام السياسي كما هو؟ كانت كل الأفكار والأطروحات في إطار هذه المنظومة. الشعب المصري بأياديه العارية وبسلميته استطاع في أقل من 18 يوم أن يغير كل هذه المعادلة، وبالتالي لا نستغرب ما حدث في سوريا، إن هذا الرجل الذي كان منذ أقل من شهر يجلس في القمة العربية منتفخا صحيح. ومنتشيا بما حققه من انتصارات على حساب دماء السوريين، بعد أقل من شهر هو الآن في مكان غير معلوم في موسكو ليقضي فيها ما تبقى من حياته، مطاردا بالعنات ضحاياه، ومطاردا أيضا بالمطالبة الدولية بعدم إفلاته من العقاب على الجرائم التي ارتكبها في حق البشرية. ربما الثورة السورية من الحكمة أنها لا تتحدث الآن لا عن قصاص ولا عن ثأر، لكن لابد أن يتحرك المجتمع الدولي والمجتمع الحقوقي في إطار المساءلة الجنائية والمساءلة القانونية الدولية لهذا الرجل باعتباره مجرم حرب، صحيح. ارتكب جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم. سيظل بشار مطاردا، وأتمنى أن نموذج بشار لا يتكرر في العالم العربي، وأتمنى أن حكامنا، وأنا هنا برجع للسؤال الأستاذ أحمد العربي، أتمنى أن حكامنا يدركوا الدرس ويعوا تماما أن العناد وأن اللدد في الخصومة وأن استمرار الخصومة مع الشعب مسألة محفوفة بمخاطر كبيرة، مخاطر تهدد أوطاننا قبل أن تهدد أشخاصنا أو حكامنا، وبالتالي ينبغي أن يقف كل الحكام المستبدين أمام هذا المشهد ويراجعوا مرة أخرى حساباتهم في إطار الإصلاح المستحق والواجب. نعم دكتور أيمن، يعني طالما تطرقنا إلى هذه الرسالة الكبيرة الآن التي جاءت في أعقاب أيضا سقوط بشار الأسد بهذا الشكل، أعتقد الرسالة يعني متضمنة الكثير جدا من النصائح للحكام العرب. برأيك لو أن هناك يعني بعض الأماني أو الرجاءات أو النصائح التي يجب أن يحصل عليها أي حاكم في هذا الوقت، يعني المصالحة الداخلية ليست جديرة بأن تصفي خلافات مثلا الإفراج عن المعتقلين، برأيك كيف ينتصح يعني البعض من لحظة سقوط بشار بهذا الشكل؟ والله يا أستاذ أحمد، أنا شخصيا يعني لا أحب دور الناصح، لكن طرق الإصلاح معلومة، وأعتقد أن هناك يعني خطوات محددة واستحقاقات واجبة ينبغي اتخاذها في إطار تقريب المسافات بين المصريين وبين بعضهم البعض. فكرة المصالحة، فكرة إطلاق حرية سجناء الرأي، فكرة إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا سياسية، وتحديدا الناس التي لم تتورط لا في دماء ولا في غيره، أعتقد إن هي مسألة واجبة، وأعتقد إن هي يعني تبدأ بخطوة، وأي خطوة تتخذ في هذا الاتجاه ستوفر على مصر الكثير والكثير من الأوجاع والآلام التي لا نتمناها.
احنا للأسف نتوقع لكننا لا نتمنى، وأنت تعلم ماذا نتوقع، صحيح. وأنت تعلم أيضا ماذا لا نتمنى. نتمنى أن تكون التكلفة بسيطة للوصول إلى الحد الأدنى من الإصلاح، ولا نتمنى أن تكون هذه التكلفة كبيسة أو يعني تجهد مصر أكثر مما هي فيه من إجهاد اقتصادي واجتماعي وسياسي. نريد حالة من التوافق المجتمعي على خطوات إصلاحية حقيقية، ليست مزيفة وليست مغشوشة وليست على سبيل يعني خداع البصر. نحن نحتاج لخطوات حقيقية وصادقة ونوايا مخلصة للإصلاح، نعم. فبغير هذا الإخلاص لا إصلاح. طيب دكتور أيمن، يمكن معلش أنا مركز معاك في كلامك جدا، والجملة التانية اللي أنا استوقفتني في كلامك في البداية هي إشادتك بأداء المعارضة السورية في سوريا والوصول إلى هذا المكان، ولكنك قلت حتى الآن. ما الذي يتخوف منه سياسي كبير وقامة كبيرة كالدكتور أيمن نور بخبرة السنين؟ وبما أنك مش عايز تكون ناصح، ولكن إذا طلبت النصيحة فمن الأمانة أن تعطي النصيحة. أنا أسألك بخبرة السنين وكناصح أمين، ما هو المطلوب الآن حتى يظل هذا الأداء اللي احنا بنشيد به مستمرا؟ يعني شوف، الحفاظ على الوحدة الوطنية، الحفاظ على وحدة سوريا. أعرف وتعرف ويعرف الجميع أن هناك من يخطط لمشاريع لتقسيم سوريا، نعم. وأنا شخصيا أرى أن مثل هذا التقسيم يمس الأمن القومي المصري مباشرة، ويمس الأمن القومي العربي بشكل عام. ولهذا أعتقد وعلى يقين أن المعارضة السورية يجب أن تتفادى الطرق الملغومة التي تضطر أطراف نتيجة إقصاء لمزيد من الإقصاء، أن تتجه نحو فكرة التقسيم اللي هيبدأ بفيدرالية أو كونفدرالية وينتهي في النهاية إلى أكثر من دولة. هذا الهاجس يقلقني كثيرا، لكن أنا بعتقد أن المصل الواقي من هذه الآفة الخطيرة هي عدم الإقصاء، هي أن الثورة ملك للشعب السوري الذي دفع الثمن بمختلف فصائله. فكرة تقسيم السوريين على خلفية السنوات الماضية أو على خلفية طائفية مقيتة أو إثنية أو عرقية أو غيرها، أنا بعتقد أنها فكرة لا تفيد إلا خصوم هذه الأمة وخصوم سوريا. توحيد الشعب السوري، الخطاب الهادئ المعتدل، البعد عن فكرة الثأر والدم وغيره، أنا بعتقد أن هذه التوجهات الرئيسية التي ستحمي بإذن الله الثورة السورية من الوقوع في أخطاء وقعت فيها ثورات أخرى، ووقعت فيها يعني كيفية إدارة الثورات. أعتقد أن أصبح لدينا خبرات جيدة يجب أن تستفيد منها الثورة السورية، وأعتقد أنها بخطابها حتى الآن استفادت كثيرا من هذه الأخطاء. نعم دكتور أيمن، إذن الحفاظ على الوحدة الوطنية دون إقصاء، وأيضا الحفاظ على وحدة سوريا دون تقسيم، هذه نصيحة أو نستطيع أن نقول أيضا أمنية يجب أن يكون عليها القادة، قادة الآن المعارضة الثورية. فماذا، ونريد في هذه اللحظة أيضا كلمة منك إلى الشعب السوري في هذه اللحظة، أيضا لحظة الحرية.
أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة وأيضا الرمز الثوري والسياسي المصري والعربي أيضا، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور أيمن على هذا اللقاء وهذا الاتصال، كان اتصال مهم جدا في يوم تاريخي، يوم تاريخي لن ينساه التاريخ ولن تنساه البشرية.